الدور ال 23 زي ما حضراتكم شايفين هو متشطب بالكامل. هنخش هنا على شقه 3 غرف نوم. اول ما بنخش بنلاقي هنا في حمام للضيوف، بعد كده بنلاقي هنا ريسبشن، سبوتات، التكييف المركزي، ده كده تراس بيبقى كاشف البحر كله وطبعا كاشف البحيره. والتراس عامه هو كونكتد بقى باوض النوم، متصل باوض النوم. ده كده تراس، ده الريسبشن برضو ماشي، ده تراس من الريسبشن الاولاني. في هنا قطعتين ريسبشن او نقول اتنين ريسبشن، هما كده كده الريسبشن ياخد 4 قطع، ده ريسبشن وده ريسبشن، ده هنا ليه تراس وهنا برضو التراس متصل يعني عامه ببعضه عشان البحيره او البحر، وده البحيره وبتبقى كاشف مدينة العالمين كلها بقى مثلا. دي كده أوضة نوم. يبقى كده التراس اللي احنا فيه ده هناك ريسبشن، بعد كده ريسبشن تاني، بعد كده أوضة نوم. تمام؟ أوضة النوم دي مساحتها محترمة جدا. يبقى كده ريسبشن وباب. أوضة لاندري بحمام. بعد كده دي كده الاوضه اللي احنا خرجنا منها، الحمام اللي بيخدم على اوضتين نوم. الاوضه دي بتبقى بيه شباك بس على اللاجون، تبقى بص على اللاجون. بعد كده دي اوضه نوم بتبقى بيد دريسنج روم وحمام ماستر. وبتبقى بالتراس بتاعها بيبقى على البحيره. في شقه زي دي بالظبط بس بيبقى التراس بتاع اوضه النوم على البحر. طبعا بتبقى كاشفه مدينه العالمين كامله والبحيره كلها، ال 208 فدان كلهم كميه شايفاهم.